اعترف تال يعني انه احنا عندنا موضوع الحجاب ده مسيطر قوي على الحياه العامه، او مسيطر قوي على فكره انه الناس تحكم بيه على بعض، ولا انا غلطان؟ قد يكون، مش 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 اكيد قوي، بدليل ان في ستات كتير جدا محجبات وبناتهم غير محجبات، بناتهم بقى اللي هي من بطنها مش محجبه، وبتقول ربنا يهدي لسه بدري لما تتجوز ومتفتحه. انا هقول لك، فاكر مقوله قلناها والدنيا اتقلبت عليها كان اول مره يسمعوا؟ اللي رايح شغله لا ياخد معاه مصحفه ولا يعني المصحف بتاعه شغله. انت في مؤسسه حكوميه، البنت دي جايه مش عريانه، جايه تشتغل. يعني لو حصل تطاول باللسان بالايدي على مساله فيها عمل، هيتحول الموضوع للقضاء برضو، ويشرفك انك انت عملت حاجه زي كده. احنا الى متى هنخلي شغلنا مركز للدعوه الى الله؟ الى متى هنحكم على بعض بالشكل؟ والله لا ينظر الى صورنا ولكن ينظر الى قلوبنا. ثم تعالى بقى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والكلام موجه للنبي وأتباعه إلى يوم القيامة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنا قلت كمان وفي مكان معين وبشوف معين، في حاجة هتفرسني أو فرساني طبيعي. ليه بس؟ هقول لك اللي هي الموعظة، مكان الموعظة في الكلام يعني هتلاقيها جملة واحدة. جملة واحدة اتحولت الموعظة إلى بلوك كلامي ياخد له ساعة ونص، وربنا مش هيبارك لك وما تسيبوش بقى، ما تنزلش من على ودنه التوتة التوتة. وهو اتاكل وكل يوم وكل كان صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولوا يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. يعني كان ما بين الحين والحين اشرح لي الموضوع. ما بين الحين والحين ما بيوعظهمش على طول، كان يتخولهم يعني ما بين شيء داخل انسرت جمله كده كل بشكل غير مباشر كده، بشكل غير مباشر حتى وده منهجه. انت تقدر تكتب، وهو المكلف، انت تقدر طبعا المكلف صاحب يعني الرسالة، هو صاحب الرساله، هو اللي عنده المهمه دي. ايوه، لكن ما كانش يقول لهم يعني لو قال لهم مثلا على حاجه النهارده انت تقدر تكتب، يقول لهم بعد اربع خمس ايام تاني. ايوه، تقدر تكتب عنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه المولد وكل لحظه وانت طيب في الدعوه الى الله، اللي هو التوريه. يعني يشوف واحد عمل حاجه يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما يوجهلوش الكلام دايركت لي ويحرجه قدام المجتمع وقدام الناس، ولا حتى يمد ايده. هون على نفسك، ما بال اقوام، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. والرجل المهاجر ورا واحده بيحبها قاعد في وسط الجماعه، وهو قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تبحث عن تحضر مش هتلاقي ارقى من كده ولا اهدأ من كده تاني.